هسه ثواني. اول شيء هنا اكو فد ملاحظه تقول انه important development changes begin late in the cup stage, انه احنا الاشياء المهمه اللي راح تبدي تتغير development change راح تبدي انه راح تبدي تحصل بها التغيرات وين بنهاية المرحلة الكاب ستيج and continue during the transition of the two germ from cup to bell stage, ورح تستمر هاي الأحداث إلى تحول التو germ من الكاب to bell stage. Through these changes termed histodifferentiation, a mass of similar epithelial cells transform itself into morphological and functional distinct component. انه راح يصير عندنا الهيستو ديفرينشيشن اللي هي مثل ما قلنا سابقا انه السيميلر ابيثيليال سيلز راح يصير بها ترانسفورم اتسيلف, راح تغير شكلها, هي راح تغير نفسها بنفسها الى انتو يعني مورفولوجيكال اند فانكشنال ديستينكت كومبوننت. ماشي, مورفولوجيكالي يعني شكليا ووظيفيا. نسوي ريفرش شوي للهيستو ديفرينشيشن, مثل ما قلنا هنا انه راح تغير بالمورفولوجيك ديفينيت مورفولوجيك از ويل از فانكشنال تشينج. زين هسه راح نجي نشرح الاوتر انيمال ابيثيليوم. انا كل شيء شرحته بهاي الالوان ححطها داخل هايلايت انا توضح عندكم يعني بصوره اكثر. الاوتر انيمال قلنا هذا اللي باللون البنفسجي, دقيقه شويه صايره خبصه هنا أنا. يلا هو ثواني صار اوكي. ده تشوفون هاي اللي باللون البنفسجي, ما اقدر اشر عليه لان حيصير هوسه, بس هو هذا اللي باللون البنفسجي. دقيقه بوضح الحاول. هذا اللي باللون البنفسجي هو هذا الاوتر انيمال ابيثيليوم. هذا الاوتر انيمال ابيثيليوم ده تشوفون اللون الاصفر اللي الى الخارج من عنده, راح ينفصل الاوتر انيمال ابيثيليوم عن الاكتوميزونكايمال الخارجي, او نقدر نقول راح ينفصل عن الدنتال ساك بين يعني بالتحديد عن هذا اللي باللون الاصفر اللي هو اسمه بيسمنت ممبرين. اذا صار عندي بيسمنت ممبرين اللون الاصفر يفصل لي الاوتر انيمال ابيثيليوم عن الدنتال ساك, وصار عندي صار عندي بيسمنت ممبرين يفصل لي هذا مثل ما قلنا البرعم اللي هو بالبادي ستيج اللي راح يفصل لي الدنتال لامينا عن الاندرلاينج اكتوميزونكايم. اذا بالبادي ستيج عندي بيسمنت يفصل لي الدنتال لامينا عن الاكتوميزونكايم, بينما بالكاب ستيج عندي بيسمنت ممبرين يفصل لي الاوتر انيمال ابيثيليوم عن الدنتال ساك, عن الكونكتيف تيشو الموجود بالدنتال ساك. زين هو عباره عن سنجل لاير, هذا الاوتر انيمال ابيثيليوم عباره عن سنجل لاير من الكيوبويدال سيلز من خلايا مكعبه الشكل, يعني consist of a single layer of a cuboidal cell مثل ما قلنا separated from the surrounding connected tissue of the dental sac by شنو, by delicate basement membrane. بيرير الى يعني شلون من قبل ما يتكون, قبل ما تتكون الهارد ستراكشر للاسنان اللي هي الدنتين والانيمال, this regular arrangement is maintained only in the cervical part of enamel organ. يعني هاي الترتيب اللي دا يحصل لي بال يعني المنظم هذا, من اقول دنتال بابيلا صار عنده دنتال فوليكل وانيمال اورجان ومدري شنو, راح يطلب لي بالصورة انه is maintained only, وين راح يكون موجود بالcervical part بالاجزاء العنقية من الانيمال organ, لكن بالقمة حيكون irregular at the highest convexity of the organ become irregular in shape and can't be distinguished easily from the outer portion of stellate reticulum. هاي الstellate reticulum هي موجودة الى الداخل من الدنتال organ او الانيمال اورجان, راح اوضحها هسه هنا انا راح اوضحها. The capillaries شوفوا هو هذا الانيمال اورجان يعني قابل هيك من كيفه ينمو غير يراد له تغذيه يعني,
فاني مو عندي دقيقه بقى the capillaries in the connective tissue surrounding the epithelial enamel organ مين اللي جايه بالconnective tissue يعني مين من الدنتال ساك يعني راح التغذيه راح تدخل عن طريق راح تدخل من الدنتال ساك الى داخل الانيمال اورجان عن طريق منو زين عن طريق الاوتر انيمال ابيثيليوم the capillaries in the connective tissue surrounding يعني الشعيرات الدمويه اللي موجوده بالconnective tissue يا connective tissue اللي يحيط بالابيثيليال انيمال اورجان اللي هو الدنتال ساك proliferate and protrude toward it راح تبدي تتكاثر وتتبرز الى داخل الانيمال اورجان اللي هي نقدر نقول الى داخل الستيليت ريتايكولم يعني هو هذا الوردي اللي باللون الوردي هو ستيليت ريتايكولم immediately before enamel formation commences capillaries may even indent in the stellate reticulum يعني مثل ما قلت لكم هي الكابيلاري راح تدخل بحساب للستيليت ريتايكولوم this increased vascularity ensures the rich metabolism when the plentiful supply of substance from the bloodstream to the inner epithelium is required of substances from the bloodstream to the inner enamel epithelium is required يعني شنو هي هاي اللي صارت عندي يعني عم الكابيلاريز وكذا لان هي عن خلالها راح يدخل لي الغذاء من مجرى الدم الى داخل هذا يعني to the inner enamel epithelium ومن ثم الى داخل الانيمال اورجان راح ايش يحقق لي يعني راح يحقق لي الريتش ميتابوليزم يعني التمثيل الغذائي زين during enamel formation يعني خلال تكوين الانيمال cells of the outer enamel epithelium انتبهوا على الاسماء انا حاط لكم اياها بالهايلايت مثلا الانيمال epithelium حاط لكم اياها باللون البنفسجي الفاتح هو يعني هنا باللون البنفسجي الفاتح او باللون الوردي يعني هيك شيء is required when اي والاوتر انيمال epithelium باللون البنفسجي طخ cells of the outer enamel develop villi and cytoplasmic vesicles and large number of mitochondria all indicating cell specialization for the active transport يقول لي انه الاوتر انيمال epithelium راح يطور نفسه وراح يصير بيها villi وراح يصير بي cytoplasmic vesicles شون يعني راح تصير بهاي الزغابات والحويصلات السيتوبلازمية وأعداد كبيرة من الميتوكوندريا ليش؟ لأن هو راح يصير لي راح ينقل لي الغذاء من الخارج إلى الداخل from cellular to in from outer cellular to the intracellular زين فراح يصير عندي أعداد كبيرة من الميتوكوندريا عم يحقق لي النقل الفعال للماتيريالز وصلت زين طبعا هنا يعني انتوا تحاولون تقسموها هاي مثلا هنا ملاحظات هنا مثلا the capillaries in contact with the outer enamel epithelium الكابيلاريز الموجوده وين موجوده بالدنتال ساك راح تصير in contact with the outer enamel epithelium shows areas with a very thin walls يعني هي مجرد راح تسوي لي thin very thin walls as structural modification also commonly found يعني اللي هي منطقة اللي يسموها areas of active transport اللي هي منطقة اللي حيصير بها تناقل يعني نقل الغذاء هسه راح نشرح الستيليت ريتايكولوم انسوا كل شيء وابدوا هنا يقول لي اكو سيل تكون موجودة الى الداخل من الانيمال اورجان شوفوا هذا هو الانيمال اورجان انا قلت لكم هذا الانيمال اورجان اكو الى الداخل من عنده خلايا هاي الخلايا هسه راح نشرحها شنو هاي الخلايا اكو عندي سيلز موجوده بالسنتر مال الانيمال اورجان راح تتكون لي سينثيسايز اند سكريت يعني تكون لي سوري تكون لي وتفرز لي جلايكوز امينو جلايكان هذا حفظوه جلايكوز امينو جلايكان وراح وين تفرز لي into the extracellular component between يعني extracellular compartment
مو للخارج، للخارج يعني يعبر الاوتر انيمال والدنتال ساك، لا الى الخارج بنفس الخلية يعني بين الابيثيريال سيلز، فهمتوا؟ زين، يعني يبقى بنفس المكان بس الى خارج الخلية نفسها. هذا شنو؟ هذا راح يحقق لي يعني توفر الماء، يعني المينراليزيشن للانيمال، وهالامور تتطلب ماء. فهاي الجلايكوز امينو جلايكان اللي راح تنتج لي عن طريق الستيليت ريتيكولوم اللي هي السيلز موجوده بالسنتر مال انيمال، راح تكون هيدروفيلك محبه للماء، مو هيدروفوبك، هيدروفيلك. زين، and so pull water حتسحب لي الماء into the enamel organ، لل enamel organ. زين، this the increasing amount of fluid in ها كل يعني هذا الازدياد بالamount مال الفلويد اللي هي بالسوائل يعني بالماء اللي تجيب لي على الجلايكوز امينو جلايكان increases the volume of the extracellular compartment، راح تزداد المسافة اللي بين الخلايا مال الانيمال أورغان. بس باعوني أنا عندي هذا الانيمال أورغان، عندي هيجي خلايا هواية داخلة اسمها ستيليت ريتايكولوم. هاي مثلا هاي خلية، هاي خلية، هاي خلية، هاي خلية، هاي تجيب لي ماي، وهاي تجيب لي ماي، وهاي تجيب لي ماي، وهاي تجيب لي ماي، ودا تطلع ماي إلى الخارج من عدها. دا تشوفون دا تطلع ماي الى الخارج من عدها، فراح يصير اكو ضغط بين الخلايا. انا اتمنى تفهمون، ولو ما حد حيفتهم من هذا الرسم، بس يعني انتو حاولوا مثلا كنكم مثل ما انا دا افتهم. هو هذا الانيمال اورجان، عندي اكو داير مدايرة خلايا، هسه حتعرفون ليش هيك دا ارسمها، لان هي على شكل ستار. هاي الخلايا راح تنتج لي مي، وهاي الخلية راح تنتج لي مي، وهاي راح تنتج لي مي، وهاي همين، وهاي وهاي راح تسبب لي ضغط. هاي تروح لهنا، وهاي تجي لهنا، وهاي تروح لهنا، وهاي تجي لهنا، راح تسبب لي ضغط بين الخلايا. فشنو ايش حيصير لي؟ السنترال سيلز راح يصير بيها فورست ابارت، يعني راح يصير بيها ضغط بيناتهم. يعني احنا قلنا كل ما زاد الفلويد كل ما زادت الحجم الخلايا اللي موجودة بالإنيمال أورغان. ليش دا يزيد الفورس بيناتهم الضغط؟ لأن هي وحدة متصلة باللوخ عن طريق اتصالات ديسموسومية اسمها، because they retain connection with each other through their desmosomal contacts they become star shaped. قلت لكم على شكل star the center of enamel organ، يسموها stellate reticulum. تذكروا هذا الرسم اللي هي صايرة على شكل نجمة، تمام؟ ما بقش، ان شاء الله حنكمل الليكتشر.